عمتي وحشتيني قوي قوي. شفت اللي حصل؟ تزعليش يا اختي، بكره يطيب ويبقى زي الحصان. اسمع من بقك ربنا يا مرات عمي، ادعي له بس انت. بدعي له يا حبيبتي، بدعي له من قلبي ربنا العالم. والله يا عمتي لما تعب اول واحده سال عليها انت. انا والله بيني وبينك يعني كان بيقول ان هو مزعلك وان هو خايف يحصل له حاجه يعني، وانت زعلانه منه. مزعلني وقلبي غضبان عليه، انا صريحه وبقول اللي في قلبي. خلاص يا فوزية، مش وقته الكلام ده. انا قلت كده برضو يا مرات عمي، عشان كده قلت اتصل بيكم تيجوا تطمنوا عليه، يعني عشان لو حصل حاجه يبقى ميت وهو مستريح. تفي من خشمك يا ريتال. معلش يا حسن، ما كنتش بالي منك خالص. ازيك؟ انا كويس ولا يهمك، انا مقدر اللي انت فيه. كملي كملي. ان شاء الله هيبقى كويس يا اخويا. لا يا حميتي ما تجيش تسالي علينا، ما تجيش تسالي علينا الا في المصايب. بنبقى نفسنا نشوفك تيجي تقعدي معانا وتطمني علينا. بصريح العباره كده امك هي السبب. يا فوزية اكتمي، اقول لها مش وقته يا بنت. امال فين شادي وزينب؟ شكلهم كده مش عايزين يسلموا علينا. ليه بس يا مرات عمي؟ ابدا والله، ماما طلعت تنادلهم ونازلين دلوقتي. يلا خشي يا بنات سلموا ورحبوا باهلكم. اهلا اهلا، ازيك يا عمتي؟ ازيك يا حبيبتي؟ وحشتينا. ازيك يا عمتي؟ عامله ايه؟ ازيك يا مرات عمي؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا حسن؟ وحشتينا. تمام زي الفل. ازيك يا حسن؟ عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله، اهلا بيكي. امال عبد الحكيم فين؟ دخل المكتب مع السكرتير ده. طبعا اذنه. ما شاء الله الفيلا جميله وفيها جنينه كمان. ما تيجي يا ريتال تفرجيني الجنينه. ماشي حسن، تعال. اتفضل. نورتي يا مرات عمي. عيش يا حبيبتي. نورتي يا عمتي. شكرا يا حبيبتي. شوفي الجنينه. منورين.